يوما بعد يوم تزداد أطماع معتوه أردوغان والتي يعلمها الجميع في السيطرة وسرقة مقدرات الشعب بالتواطؤ والعمالة من قبل حكومة الصخيرات. تقرير لمجلة ديرش بيغل الألمانية كشف أن أردوغان يستغل انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا ليوسع نفوذه في العاصمة الليبية طرابلس، محذرا من سعي الأخير لتنصيب نفسه بالقوة حاكما سريا على ليبيا، وهو ما يشكل خطورة على القارة الأوروبية. وأشارت المجلة لاتفاقية الغاز التي وقعها السراج مع تركيا في نوفمبر الماضي، وأنها كانت إشارة البدء ليشعل أردوغان الموقف ويكثف من إرسال العتاد والمرتزقة السوريين، وأن التزامه بالخروج من ليبيا في مقررات مؤتمر برلين كانت حبرا على ورق. وبحسب تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن هناك أكثر من 9000 سوري مرتزق وقعوا عقودا للحرب في ليبيا لصالح أردوغان بمبالغ مالية تقدر ب2000 دولار شهريا، مشيرا إلى أن أردوغان يمارس ضغوطا على الجماعات الإرهابية في سوريا ويهددهم في حال لم يرسلوا مقاتلين إلى ليبيا بأنه سيتوقف عن دعمهم وتمويلهم. وأكد التقرير أن السراج لا يقف وراءه جيش منظم بل ميليشيات وعصابات تحمل عداء لبعضها البعض، منوها بأن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يحظى لدى الأغلبية بصورة القائد المنقذ للبلاد، بالإضافة أنه يستطيع توحيدها، وأن السراج ليس سوى منفذ لأوامر تركيا والمرتزقة السوريين يفعلون ما يأمرهم به أردوغان. يأتي ذلك في غياب تام للمجتمع الدولي بوضع حد للتدخل التركي، مما ساهم في ازدياد أطماع المعتوه التركي والذي ينتمي للتنظيم الدولي للإخوان الإرهابيين وحلمهم في السيطرة على المنطقة. لقناة ليبيا الحدث، بو بكر العقيلي.